زيادات شديدة في أثمنة المحروقات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مفاجأة أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها بالمغرب، حيث استفاق مهني النقل وأصحاب المركبات على زيادات جديدة في الأثمان في معظم محطات الوقود على اختلاف العلامات التجارية. بعد استقرارها لأيام معدودة، عادت أسعار المحروقات تتجاوز سقف 14 درهم، حيث تم تسجيل زيادة تخطت 30 سنتيما في اللتر الواحد. وحسب الأسعار المسجلة على شاشات محطات الوقود، فإن أثمان كل من الغازوال والبنزين تراوح بين 13.90 و14.30 حسب نوع الموزع وكذا المدينة. ويأتي هذا في خضم ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، إذ تجاوز سعر برميل برنت حوالي 111 دولار، وذلك في الوقت الذي يواصل الدولار ارتفاعه مقارنة مع العملة المحلية. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية كانت قد باشرت يوم الأربعاء 23 مارس عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهني قطاع النقل الطرقي الذي سبق الإعلان عنه في مجلس حكومي سابق، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة، وذلك بغرض التخفيف من ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.